ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير والف خير. توحشتكم. ياك الامور بخير؟ كي دايرين مع شي حراره ودخول مدرسي؟ حبيت نشارك معكم واحد الكوتي ديالي اللي هو غندير واحد تشيز كيك وكيك عاديه. قلت علاش لا ما نشاركمش مع المتتبعات الزوينات ديالي وهانتوما معايا. انا غادي نوريكم المقادير ديال تشيز كيك. بغيتو ديروها في ديال السيليكون عادي ديروها تجيكم ساهله باش تحل. بغيتو ديروها في الكويرطات العاديين ديروها، كلشي ساهل. المهم انا غنوريكم المقادير اللي عندي وهانتوما. هانتوما البنات مقادير ديال تشيز كيك. انا عندي 5 ديال صابلي، هادو غادي يطحنوا وغادي نخلطهم في الزبده. عندي واحد 3 بيرلي، عندي كيري يديروا 4، انا ما جا كملت بها عاديه. عندي واحد الساشيه ديال النيدو، عندي الزبده ضروري باش غادي نخلطوا البيموم اللي غادي نطحنوه. وهنا عندي واحد جوج فلون، هذه الطبقه الاخرى اللي غنديروها مع العصير. وهنايا نتوما كتشوفوا انا غادي ندير 6 من السيليكون وغندير واحد 6 من هادو، هاد الكويرطات هادو ها هما باش نوريكم. راه يعني بقى حتى في كلتا الحالات غادي يجيو زوينين، سواء في السيليكون سواء في هاد الكويرطات العاديين. المهم هادو غادي ناخذهم غادي نكمل بهم هنا وغادي نبدا معكم المراحل ديال تشيز كيك. هانتوما البنات من بعد ما طحنت البيمون بغيتش ندير الصداع ديال الطحانه، دوبت الزبده. هانتوما عزيز علي نخدم بيديا بكل صراحه، نرملو داك البيمون اللي طحنا مع الزبده كما كتشوفوا. شفتو كيولي مرمل بالزبده، ولكن ما نعاودش ليكم كتجي رائعه. من بعد ما رملناها بحال هكا غنهزو نبداو نحطو في العلبه. نحطو نعمل هنا في نتوما عينكم ميزانكم، نخوي اللي قديت عليه من بعد ملي شات لي نعاود يا نكمل بيه العماره يا نزيد بيه كويغطات اخرين. هانتوما كتشوفو فين ما كان عندي شي فراغ في يعني في لاباز ديال الكيك. هانتوما كناخدو كاس بطبيعة الحال في البلاصة وكتبيكيو على هاد البلاصة هادي بحال هاد الطريقة هادي شتي باش كتجي مقادة. نمسح الكاس نكملو كاع هادشي اللي عندنا. كيتسطح الهر ديالهم باش ينفو غادي تجي تحيد الكويغط من الحلوى غادي تبان لك كلشي طبقات. ومني غنديرو بحال هكا عينك ميزانك بانت لك شي بلاصه مازال خاصها. هانتوما البنات دابا ملي كملت هاد الكيس كيك عملتهم، دابا غنديرو الحشوة اللي غندخلوها بهم الفران. وهي عندك 3 بيرلي وواحد الساشية ديال النيدو وربعة ديال الكيري، واللي عنده بزيادة بطبيعة الحال راه يدير بزيادة ماشي مشكل. طحنو الخليط كيف ما كتشوفو. ملي خوينا بيرلي دابا غادي نزيدو الفرماج اللي عندنا. غادي نخوي ديك الساشيه ديال تنيدو وغادي نعاودو نطحنو الخليط بعد ما خلطته ديال كيجي بحال الجبن كريمي. ها هو ما عند خلط نيدو وبيرلي وهذا والفرماج. غادي ندير هنا نخوي بحال هكا. هانتوما هانتوما البنات من بعد ما عمرت تشيز كيك ديالي بداك الكريم ديال بحال
دابا غادي ندخلهم الفران غير واحد شوي، غير تجمع لي هاد الجبن فوقاني ونخرجهم باش ندير لهم الطبقه الاخرى وندخلهم الثلاجه. نتوما البنات من بعد ما خرجت من الفران ها هي شتو، ها هي تجمعات، تجمع الخليط تاع الجبن. غنخليوها تبرد واحد شويه عاد نديروا لها الطبقه الاخيره. وهانتوما هنايا غادي نخلط واحد الكيك عاديه كيف العاده، فيها ثلاثه البيضات، الكاس ديال دانون اللي عبرنا به غنعبروا به، كاس زيت، كاس ديال السنيده، وهو اللي غنعبروا به ثلاثه الكيسان ديال الطحين باش تجيكم المقادير مضبوطه. وهاد الكيكه كندير فيها دانون ديال البنان كتجي زوينه، وواحد الزه زهر ديما كتعطي واحد النكهه زوينه، جربوها على ضمانتي. وهانتوما هانتوما معايا البنات، انا عزيز عليا نخلط بيديا. هانتوما كي كتشوفوا هنا البيض والسنيده والزيت ودانون، هانتوما كتشوفوا هنا تخلط بيديك كيجي اسهل ما ياكل. وغنزيد هذيك الزه زهر كتجي تطلق واحد البنه زوينه. وهنا ثلاثه الكيسان ديال الطحين كي قلت لكم معبورين بدانون. وغنزيد خمارات ديال الحلوه، نسيت ما خليتهمش، ندير ثلاثه. بغيتيها تجيك طالعه ديري ثلاثه، بغيتيها تجيك عاديه ديري وحده، على حسب انت كي كتبغي الكيك. سيدي هاد انا غندير ثلاثه صافي، غادي نخلط. عارفه عباري ان من بعد ما كملت الكيك ديالي انا خويتها في المول ديالها، دابا غندخلها الفران ومليت طيب غنشاركها معكم. وهنا راني وجدت القله الاخرى اللي هي عصير الليمون والفلون باش نخويهم على تشيز كيك هنا وندخلهم الثلاجه يبردوا. والكيك بطبيعه الحال غندخلها الفران ملي تخرج انا نشاركها معكم. نتوما البنات الطبقه الاخرى ديال تشيز كيك اللي قلت لكم هي ليمون، عصير ليمون فريش، ولا هذا بريساب اللي عندك، اي حاجه موجوده ديري معاها الفلون، جوج ساشيه ديال الفلون. وملي كتسخنيهم في البوطه، انا ما بغيتش نخليهم في هذيك سخونه، انا خويتهم هنا. ودابا غادي نبدا نخوي على تشيز كيك كيف العاده. هانتوما معايا كتجي الطريقه سهله، ما كنصور خدامه بايد وكنصور بايد. حتى كنكملوا صافي، دابا ملي غادي نسالي غنغلفهم بواحد. نتوما البنات انا كملت الطبقه الاخيره ها هي صافي، دابا كملتها شفتوا الطبقه الاخرى ديال الفلون والعصير ديال الليمون. وانا ديما كندير واحد البيمو هنا داك بحال اوريو كنحطو قبل ما نخوي الطبقه الاخرى باش كتجي من السما ديك الورده. ما عنديش البيمو دابا، قلت ندير الطبقات عاديين ماشي مشكل، هي نفس اللوغو نفس البنه، غير الاختلاف بان داك البيمو ما عنديش. دابا غادي نغلفها بالسلوفان وغندخلها الثلاجه تبرد، وملي تبرد غنشاركها معكم. يولكي هنا البنات غادي نعجن واحد جوج مسمنات ديال الفران، انا غادي ندور العجانه دابا ومنين نكمل نشاركهم معكم تا هما. هانتوما من بعد ما عجنت المسمن انا كورته ودرت ليه السلوفان هنا، خليته يرطب واحد شويه. وملي غادي نبدا نورق فيه ونديرو طبقات انا غادي نشاركو معاكم، نخلي غير واحد شويه بعدا باش تمشى ليا العجينه وانا معاكم. هما البنات ملي طلقت ليا المسمن غادي نورقو بهاد الطريقه. هانتوما راني دهنت الطاوله، ورقوا على اللي قديتو عليه، وغادي ندهنو بالزبده بحال هكا. يستحسن تكون الزبده حراره المطبخ، نبويو بحال هكا نخليوها على تيسان ونعاودو نطلقو التام. نبقاو غاديين بحال هكا حتى نكملو نتوما، وعلى واش بغيتو 10 بغيتو 8 8 ديال الكرات، كل مسمنه ديرو فيها 8، بغيتوها كبار بغيتوها صغيره، كيجي مورق بحال الفطير المشلتي تاع المصريين. راه ولا ثاني الا بغيتي تعمري بكريم باتيسير باللوز بالقرقاع، نتيو نتيو الطوق ديالك. نعاودو ثاني نزيدو ثاني. ها نتوما غنبقاو غاديين بنفس الطريقه، نديرو وحده في قلب وحده، حنا كنورقو كنديرو الزبده، كنورقو نديرو الزبده حتى كنكملو، كنخليوه واحد
10 دقائق ولا نغطيوه بالسلوفان كيف العاده. كيف درت لهنايا كيما تغطى بالسلوفان كتطلق العجينه كترخف. ملي غادي نساليو ديك الساعه غادي نورقو المسمنه وندهنوها بشويه الزيت. هانتوما بنفس الطريقه كنبقاو غادي بحال هكا حتى نكمل. هانتوما نكمل معاكم وانا معاكم. هانتوما غنبقاو غاديين بنفس الطريقه نديرو وحده في قلب وحده. حنا كنورقو كنديرو الزبده كنورقو نديرو الزبده حتى كنكملو كنخليوه واحد 10 دقائق ولا نغطيوه بالسلوفان كيف العاده. كيف درت لهنايا كيما تغطى بالسلوفان كتطلق العجينه كترخف. ملي غادي نساليو ديك الساعه غادي نورقو المسمنه وندهنوها بشويه الزيت. هانتوما بنفس الطريقه كنبقاو غادي بحال هكا حتى نكمل. هانتوما نكمل معاكم وانا معاكم. حتى طلعوا ربعه وغلفته بالبلاستيك غذائي ها هو ترخف. انا دابا غادي نقرصو كل وحده بوحده وندخلها الفران ونشاركها معاكم. سمعوا سمعوا ما نعاودش لكم الاولى اللي خرجات. سمعتوا هذه الاولى اللي خرجت ها هي باقي الاخرين في الفران. النتيجه النهائيه ها الكيك اللي قلت لكم هي هذه كتجي رائعه زوينه. وهذا هو مسمن ديال الفران هذا. وهذه هي تشيز كيك اللي قلت لكم جبت لكم باش نوريكم. هادو ديال السيليكون وهادو العاديين. انا غنحل معكم وحده وانتم غتشوفوا في قوالب السيليكون هي هذه. انا غنوريها لكم هانتوما ساهل ساهل ما يكون. شوفوا سيليكون. انا نوريكم الاخرى اللي في الكويقطات عاديين عاديه اسهل ما يكون. هانتوما شفتوا هانتوما رائعه. انا نقسم لكم وحده شوفوا كيفاش وعن تجربه جربوها بكل صراحه راه ما نعاودش لكم. طبقه بين الحلو والمالح والحلو كتجي روعه. جربوها وردوا عليا. كنتمنى يعجبكم. هذه هي النتيجه النهائيه ديال الكيك والتشيز كيك والمسمن. كنتمنى يعجبكم الفيديو وديروا لي جيم وكومونتير واللي يخطيكم عليا وشكرا.